أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي قال سمعت عمرو بن الحارث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أيوب بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عني فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. اللفظ لإسماعيل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فحبس أصلها أن لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا عن أموالنا، فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي بيت المقدس قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: فاحبس أصلها وسبل الثمرة. أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال: حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمر، قال: احبس أصلها وسبل ثمرتها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان رجل من بني تميم، وذاك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس؟ ما كان قال: سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا، إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد. فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون، وإذا بين أظهرهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. فلما قمت عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان قد جاء. قال فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت لصاحبي: كما أنت، حتى أنظر ما جاء به. فقال عثمان: أها هنا علي، أها هنا الزبير، أها هنا طلحة، أها هنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان. قال: فاجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة. قال: فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا، إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا. فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. فإنا لك ذلك، إذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه، فقال: أها هنا علي، أها هنا طلحة، أها هنا الزبير، أها هنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته ب20,000 أو ب25,000. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اجعلها في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعته بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزم القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين، وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبير مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أسكن سبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، يعني أني شهيد. أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال: أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فرك له برجله وقال: اسكن، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، وأنا معه. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة؟ فجهزت نصف الجيش من مالي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة، فاشتريته من مالي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع، فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل. فانتشد له رجال. أخبرني محمد بن موهب قال: حدثني محمد بن سلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حفر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره،
قال فأشرف عليهم وساق الحديث.